انت من النوع اللي بشوش جدا ودائما ما تكون مبتسم، اريد اعرف هاي الضحكة دائما حقيقية لو اجت عليك اوقات بانه انت تكون من الداخل منهار و شوف مهند سؤالك طبعا كلش حلو، يعني مو دائما هي ضحكتنا تكون حقيقية، اكو ناس ننجبر قبالهم حتى ما نريد نعكر مزاجهم او ننقل السلبية اللي بينا لهم نكون احنا مبتسمين دائما، تشوف روحك تضحك بس انت بداخلك يجوز مخنوق لكن كابرت ما قلت لك ما ردت تخرب واهسك من شفتك، ما ردت اقول لك ما نمت بس الليل لاعب لعب بحوالي لما عفتك، انا الغشيم الثقل بوجه الراحة اعرف بدونك اختنك ما صحتك، انا الغشيم الثقل بوجه الراحة اعرف بدونك اختنك ما صحتك، اسالني خل احكي لك ايش قد ندمان ايش قد ناس يم تواسي وتخيلتك الله ايش قد سولفت لك قلت لك الناس اشكال يجرحوك وانا على الجرح فهمتك بس انت طيب حتى ويا جرحوك وانا ادري طيبه قلبك متعبتك هسه انا طيبه قلبي خلتني بحال ضايع لين محتاجك وضيعتك الله ما اريد اكذب ما اريد اكذب يا ثقل يا مرتاح غصبا علي بلا وعد ذكرتك الله كنت انت حلمي الماضي يوم القاه تعرفنا وانا سال صدق حققتك الله كنت انت حلمي الماضي يوم القاه تعرفنا وانا سال صدق حققتك الزمني خل توقف رجفت البليد الزمني خل اقنع وحص صادفتك من التقينا الدنيا حسها بلا ناس كنت انت صافن تذكر شاورتك قلت لك حبيبي الدنيا ضحكت لي اليوم ومن تقربت له خايف تنفستك ما يعترف بغلاطة بس المغرور اي والله ما يعترف بغلاطة بس المغرور غلطان قد الدنيا من زعلتك.